نمط غذائي، نمط حياه، يولي نمط حياه اكثر، لانه الناس دايره في بالها انه لما دير غيجيم يجي نهار وين تحبسوا وتعاود ترجع للعادات الغذائيه تاعها القديمه. وزمان كانت ربما التغذيه للوقايه، والان اصبحت التغذيه للعلاج ايضا. هي تدخل في نطاق الوقايه والعلاج، لانه انا دائما نقول باللي ما تستناوش حتى المرض يجي، ما تستناوش حتى نشوفوا لي زاناليز، يعني نسبه السكر في الدم ارتفعت ولا اي مؤشرات اخرى يعني خرجت على لا نورمال على العادي، ما نستناوش حتى يلحق هذاك النهار وين الطبيب يقولنا عندكم مرض فلاني ولا مرض فلاني. دائما نديروا وقايه، دائما يعني نقصوا من كميات السكريات، نقصوا من المشروبات الغازيه، الخبز الابيض ثاني، الخبز الابيض راهو خطر كبير ثاني على الصحه. فالانسان دائما يعني كما نقولوا يخزر لبعيد. حنا كي ياكلوا الخبز الابيض يقول لك مانيش ناكلوا السكر، هذا هو الحاجه، يقول لك كلها غير فطرت كليت شويه خبز برك مع الشلاضه هذيك، يعني بالنسبه ليه الخبز ما فيهش السكر. الخبز هو عباره عن سكر، يعني لا غير، هو عباره عن سكر وجلوتين. الجلوتين نعرفوا باللي يسبب عسر هضم على مستوى الامعاء، والخبز الابيض هو عباره عن نشويات، والنشويات قلت لكم هو اتحاد الاف جزيئات الجلوكوز، يعني نشويات راح تروح مجرد سكر في الدم، فالخبز الابيض هو مجرد سكر. يلا